ثلاث ولد وبنات اثنين كلهم على البنزين يشتمون. مدمن اخذ البطل هسه لحد ما ينام بالليل يلا اقدر اخذ البطل من عنده. احنا من منطقه جوازرات تهجرنا لمنطقه الحردانيه المخيم الحردانيه. اي مره من المرات ابني قام يسعى عبالي يلعب بيا الاطفال، كبت اسعى على ابني، ابني يطلع من الستة الصبح ما يرجع للسبعة المغرب، كبت عاد انا لاحظ ابني قمت اطلع ابني، كبت رحت وكان القى مره من المرات القى ابني نايم على المولد، جبت ابني ساعة سويت وياه كذا ما عاد هذا الشيء يصير عندي، ما عاد اقدر له. وديته على السادة ما فاد، وديته على الدكاترة ايه ذكروا لي دكتور قال يمه دكتور بتكريت، رحت وديته قال يمه ان ساعدك بي هذا الطفل بس يكلف عليك مصرف كثير، قلت له ايش قد؟ قال لي مليون ونص. قلت له شنو هالسبب؟ قال قص المعده. قلت له لو ما صار له قص المعده شلون؟ قال يصير عنده شو اسمه تعبات. قلت له شنو؟ قال ينزل على كلياته، كلياته تتعب وتموت يموت. قعدت ابني قعدت وهاي صار 8 سنوات على هالحالة. قام ادعى أخوه الكبير عقيل، رد من عقيل العطلة، من عطلة للجهوة، بنات اثنين الخمسة هم ثلاث ولد وبنات اثنين كلهم على البنزين يشتمون ساعين على هاي الشغلة لحد الساعة. وهاي صار 8 سنوات لها من احنا رجعنا المنطقة حد يعني المنطقة جوازرات على هالحالة. اي ناشدت الخيري، ناشدت الوطني، ناشدت ليش وما عندي. أنا مرة أشتغل بالبلاستيك، صناديق، شو اسمه قواطي، بطالة، تأعيش الجهال، أبوهم مقعد حاجتين ضرير، جلطات سبعة براسه، سكر، تضخم بدماغ، ما عندي أي شيء. أقعد ألاحظ ابني نوبات أقوم أبكي، أقول الحمد لله والشكر يا رب، حمود مشكور. بس دحق على جهالي وعلى اطفالي وهاي، وانا ناشط الخيرين يدحجون علي على هذا الطفل مثل ما اطفالهم قالي عليه عليهم، ويسوي يدحجون على حالتي، يساعدوني شويه دكتور كذا، بس شويه يساعدوني على هالطفل. مدمن مدمن اخذ البطل هسه لحد ما ينام بالليل يلا اقدر اخذ البطل من عنده. نوبات يقول ادوخ، اي يقول اما راسي دايخ يمنشم 24 ساعة مو قليل، حاط حلقة بالبطل ويشتم. كبير لا دايح بالديان ما يجيني، ما يجيني معرت بالبطل، بطل بنزين ما يحله خلاص، أصيح لهم كذا ما يقبل يجي على البيت، دايح بالديان، شال البنزين هذا يطلع من الست من السبعة الصبح لحد الساعة ما شفته، سايد روس طايشة، طايشة من البنزين، إي رايحين من التين شلون السكران.